سلام البنات، مرحبا بكم معايا مره اخرى في القناه. اتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم خلطه او وصفه لتبييض لون البشره والتخلص من اسمرار الشمس وتفتيح لون البشره بطريقه سهله وبمكونات متوفره في كل بيت. غادي نحتاجو حبه واحده ديال الخيار. كما كتشوفوا غادي ناخذ خياره وغادي نغسلها مزيان وغادي نحكوها بالقشره ديالها في حكاكه رقيقه. انا هنا خديت غير نص خياره هو اللي غادي نستعمل. كما قلت لكم غادي نحكها في واحد الحكاكه اللي رقيقه بالقشره ديالها. كما كتعرفوا ان الخيار كيساعدنا على التخلص من اسمرار الشمس وكي من البقع الداكنه، التخلص من البقع الداكنه اللي كتكون عندنا في الوجه، وكيحافظنا على النضاره ديال البشره ديالنا، وكيحارب التجاعيد. المهم انا غادي نحك غير الكميه اللي غادي نحتاج حيت غنديرها غير للوجه نتاعي. يمكن لكم ديروها في اليدين تاعكم في المنطقه ديال العنق حتى هي. غادي نكتفي غير بهذه الكميه هذه هي اللي غادي ندير. كتشوفوا انا اكتفيت غير بهذه الكميه هذه. دابا غادي ناخذ غير العصير ديال الخيار. غادي نحاول انني نصفي هذا الخيار هذا. غادي ناخذ غير العصير ديالو. نجيب صفايه وغادي نصفيه بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا انا هنايا حصلت على عصير ديال الخيار. بالنسبه لهاد القشور ديال الخيار حتى هما غادي نستعملهم، ما غاديش نرميهم، غادي نستعملهم في المقشير اللي غادي نشارك معكم النيت في هاد الوصفه هذه. غادي نخليه على جنب. كما كتشوفوا هنايا حصلت على عصير ديال الخيار، وعندي هنايا المكون الثاني اللي هو الخرطل او ما يسمى بشوفان مطحون. غادي نحتاجه. مهم غادي نخوي هنايا القياس اللي غادي ناخذ ديال هذا العصير ديال الخيار. غادي نخلي داكشي اللي شاط ليا على جنب، وغادي نضيف تقريبا واحد جوج معالق ديال الشوفان، وغادي نخلط حتى نحصل على واحد الخليط اللي متجانس. غادي نزيد الشوفان حيت عندي معلقه صغيره. غادي نزيد الشوفان كما كتعرفوا ان الشوفان فهو مبيض وكيعمل على تقشير البشره، كيحتوي على مضادات الاكسده ومواد كتمنع ايضا من علامات تقدم في السن، وكيحارب من التجاعيد والخطوط الرقيقه اللي كتكون عندنا في البشره. والخيار كما كتعرفوا بان حتى هو كيعالج لنا البقع الداكنه اللي كتكون عندنا في البشره، وكيحارب التجاعيد حتى هو. مهم مكونات طبيعيه. وغادي نزيد واحد بالنسبه اللي عنده البشره جافه غادي ياخذ واحد جوج معالق ديال زيت اللوز الحلو. غادي نضيف واحد جوج معلقات ديال زيت اللوز الحلو. اللي ما كيتوفرش على الزيت الحلو يمكن لكم ديروا زيت الزيتون او زيت الخروع او زيت ديال الكوكو.
فيه وغادي نخلط. واللي عنده البشره دهنيه في عوض ما تضيفوا الزيت ضيفوا قطرات من عصير الحامض، من كما كتشوفوا هذا هذه هي الخلطه اللي كنحصلوا عليها، كتجي على هذا الشكل هذا هانتوما. هذه هي الخلطه اللي حصلت عليها كتجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. المهم انا غادي نخليها على جنب وغادي نحضر المقشير. كما قلت لكم دائما خصنا نديرو الماسك على بشره تكون نظيفه. غادي نديرو المقشير. بالنسبه للمقشير انا هنايا خديت القشور ديال الخيار اللي حكيت، ما غاديش نفرط فيهم، هما اللي غادي ندير بهم المقشير. وعندي هنايا دقيق ديال الروز، كتاخذوا اي نوعيه ديال الروز وكتطحنوها في مولينيكس صافي حتى كتحصلوا على هاد الدقيق ديال الروز هكايا. انا غادي ناخذ تقريبا واحد جوج معالق ديال الروز وغادي نخلطهم. كما كتعرفوا ان الرز تيعالج التصبغات اللي تتكون في الوجه، وكيعالج البقع الداكنه، وكيبيض لنا حتى هو، وكيفتح لنا البشره ديالنا. وغادي نخلطو حتى كنحصلوا على هذا الخليط هذا. المهم كناخذ واحد الكميه على هذا الشكل هذا نستعمل بحال هكا نتوما البنات صافي. وكنوزعو على الوجه، كنبدا نديرو بطريقه دائريه هكايا على الوجه ولا منطقه ديال العنق حتى هي. يمكن نوزعو على الوجه كامل، كنبتعد غير على الدائره ديال من تحت العين من فوق العين. كنخليه واحد 5 دقائق وانا كنستعمل وانا كندير هذه العمليه هذه. ومن بعد كنغسل الوجه ديالي غير بالماء دافي. هذه العمليه ديال التقشير خصكم ديروها جوج المرات في الاسبوع. اما بالنسبه للماسك يمكن لكم ديروه يوميا، ما عنده حتى شي تاثير على البشره، بالعكس فيه مواد طبيعيه. بهالطريقه هذه كما قلت لكم كتبقاو ديروا الماء هذا المقشر. ومن غادي نغسل اليد نتاعي ونرجع باش نكملوا الوصفه ديالنا. نتوما البنات كيبان الفرق، انا استعملتها غير فوق اليد نتاعي، يمكن لكم ديروها في اليد حتى في اليدين نتاعكم. المهم دابا غادي ندوز باش غادي ندير الخلطه هذه، هذا الماسك هذا حتى هو كذلك غادي ناخذه وغادي نوزعه على البشره ديالي بهذه الطريقه هذه. توزعوا على الوجه ديالكم كامل من غير منطقه ديال ما تحت اللي تحت العينين. بالنسبه لهذه الخلطه هذه غادي نخليوها تقريبا واحد 30 دقيقه نصف ساعه في الوجه ديالنا، ومن بعد غادي نغسلوها بالماء دافي، ومن بعد غادي نغسلو عاوتاني بالماء بارد، وغتاخذوا ماء ورد وغادي ترشوا به الوجه ديالكم من بعد فاش تغسلوه. هانتوما البنات من بعد ما غسلت يديا كتبان النتيجه. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واللي ما مشتركش في القناه يدخل يشترك بالضغط على زر ابوني وتفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.